السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة إلى الله بذكر الله. كنوز في دقائق. خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. يا ترى إيه الذكر العظيم ده؟ الخفيف على اللسان، ثقيل في الميزان، حبيب للرحمن. نسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. ما تنسوش الكلمتين دول، خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان، حبيبتين إلى الرحمن. قلهم وادعي غيرك إن هم يقولوهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.